شهران من معاناة اليمنيين مع وباء الكوليرا، يتفاقم خطر هذا الوباء وينتشر في المناطق اليمنية حاصدا معه أرواح المئات وسط استمرار الظروف الملائمة لانتشاره وقصور إمكانية مواجهته. المتابع لعدد الضحايا يصيبه الذعر وهو يرى الأرقام تواصل الارتفاع دون توقف. فمنذ أوائل شهر مايو كانت الوفيات بالعشرات، ثم ارتفعت إلى 130، ثم 140، ثم 361، ثم 473، ثم 532، ثم 746، ثم 859، ثم 923. خلال شهرين فقط ارتفع العدد إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أن يمنيا يموت كل ساعة بحسب منظمة أوكسفام، فيما تشير منظمة اليونسف إلى أن أكثر من 24,000 حالة إصابة بالوباء سجلت في 20 محافظة. أكثر المحافظات المنكوبة هي صنعاء وحجة والحديدة والمحويط، بيمثلوا أكثر من 50% من الحالات من هذه المحافظات. منظمة الصحة العالمية من جهتها لفتت إلى أن أكثر من 55% من المراكز الصحية الرسمية لا تعمل، وأن المصابين بالوباء في محافظات صنعاء وحجة والحديدة والمحويت يمثلون أكثر من 50% من حالات الإصابة. مكتب الصحة في تعز قال إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 291 حالة، ولا يزال عدد حالات الإصابة في ازدياد كبير في جميع المديريات، مؤكدا أنه تم مؤخرا رفع القمامة المكدسة من عدد من مناطق تجمعها داخل المدينة في إطار مكافحة الوباء. الأمم المتحدة أطلقت نداء إنسانيا للمجتمع الدولي للمسارعة بتقديم ما يقارب 2 مليار دولار لتغطية تكاليف أنشطتها الإنسانية في اليمن لوقف تفشي وباء الكوليرا. وبين بطء النداءات والإجراءات وسرعة انتشار الوباء، يذهب المواطن اليمني ضحية أسوأ جائحة وبائية يشهدها اليمن في القرن 21.